أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 197 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة بفيروس كورونا ووفاة 9 حالات، وبهذا يبلغ إجمالي الإصابات 12445 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات إلى غاية اليوم 845 حالة، بينما تم 328 حالة للشفاء. تسجيل 197 حالة جديدة يصبح العدد الإجمالي 12445، علما أن 7 ولايات لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، 34 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 5 حالات، و7 ولايات سجلت أكثر من 6 حالات، وهذه النسبة بنسبة 28 حالة لكل 100 ألف نسمة، علما أن 32 ولاية هي تحت يعني المعدل الوطني و16 ولاية فوق المعدل الوطني. وما يخص الوفيات، سجلنا 9 وفيات جديدة رحمهم الله، وبهذا يصبح العدد الإجمالي للوفيات 878. 75% من الوفيات العمر تاعهم 60 سنة فما فوق، وأيضا بين 9 وفيات 7 عندهم مرض مزمن. ما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء حسب طبقا المعايير المعتمدة، عددهم 8920، منهم 128 تمثلت للشفاء وغادروا المستشفيات. فيما يخص الحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، عددهم 27330. أما فيما يخص الاستشفاء، عندنا حاليا 45 مريض في العناية المركزة.